استمرارا للدور الفاعل لمبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر. المبادرة التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في المعارض والسلاسل التجارية المشاركة فيها. المبادرة بتوفر للشعب المصري كل السلع الاستراتيجية اللي هي زيت وسكر ورز ومكرونة، كل السلع دي متوفرة وإن شاء الله موجودة متوفرة بكميات معانا. الحمد لله احنا متوفر عندنا جميع السلع خصوصا السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطن المصري وبتناسب كل فئات المواطنين وبأسعار الحمد لله مناسبة للجميع. 34 سلسلة تجارية و 1051 فرع لسلاسل تجارية على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة بطرح كميات كبيرة من السلع بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، إضافة إلى توفير هذه السلع في المعارض الرئيسية والفرعية التي أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات. عندنا أسعار الزيت والسكر والمكرونات كلها سعر كويس، والدقيق كمان، وكل المنتجات الاستراتيجية للبيت أو إن كان جبن أو كلام دوت هي متوفرة بأسعار كويسة. المبادرات دي الحقيقة من العوامل أو من الحاجات الرائعة اللي بتقدمها الحكومة في ظل تباين الأسعار الحادث حالياً وفي ظل الارتفاع العام للأسعار على مستوى العالم. النهاردة ده بيدعم شوية محدودي الدخل ذوي الدخل المنخفض وبيعاون الكثير على توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية. وقد لاقى الإعلان عن مد فترة المبادرة إشادة واسعة من المواطنين، وإشادة أيضاً بالدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وإسهاماتها الفعالة في دعم ومساندة الأسر المصرية من خلال هذه المبادرة. المبادرة بتاعت سيادة الرئيس يعني فرصة عظيمة لنا، يعني نحن نيجي النهاردة يعني ناخد حاجاتنا اللي احنا محتاجينها. كل حاجة موجودة من ناحية اللي هي الحاجات اللي كل بيت بيحتاجها اللي هي السلع اللي هي الأساسية، يعني أنا كل اللي يهمني إن يبقى موجود لمؤاخذة برضو الرز والزيت والمكرونة والسكر الشاي، الحاجات اللي هي دي كلها اللي بيحتاجها كل بيت. أنا بحيي السيد رئيس الجمهورية على المبادرة دي، لأن أنا بقالي حوالي 3 سنين في الأزمات بتاعت الكورونا والأزمات بتاعت الحرب بتاعت أوكرانيا ما نقصش حاجة من السوق. منظومة أمان ومساهمة منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية قامت بإعداد عبوات تحتوي على سلع متنوعة بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل كما قامت منظومة أمان بتوزيع تلك العبوات بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية من قاطني المناطق الحضرية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات. تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم في إطار المبادرة بتخفيضات كبيرة، وهو ما اتضح من خلال حرصها على مد فترة المبادرة ليتمكن المواطنون من شراء متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.